كل شهادات حكمته هيستيريا غضب. فوالا لطفي حرق كل شهادات تاعو وحرق مام الاختراع تاعو لطفي. يعني نتمنوا يعني فوالا هاي لك لاكارت. مازالو صغير مازالو شاب يعني اسل هذا الدرجه وقام بحرق كل شهاداته كل اختراعاته. بالك حكمته هيستيريا كبيره لطفي بالك الاخر. هذا الرواد مواقع التواصل الاجتماعي لانه ما كانش تلقى وعود بتقديم دعم ليه من قبل السلطات المعنيه منذ سنتين لكنه ما تلقى ولا دعم. ما تلقى ولا دعم يعني لو كان انا لو كان يعني نقول له كان زاد صبر شويه لطفي بالك يتلقى دعم. مازالو صغير كما قلت لطفي وكل رواد مواقع التواصل تضامنوا معاه وقالوا يعني علاش انسان مازالو صغير وانسان مخترع وتستمر الحياه ان شاء الله يزيد يقدم اختراعات اخرى ويلقى نجاحات لطفي. نروحوا يعني في السعوديه وشفنا كراكو جزائري حاضر في السعوديه في فاشن ويك في السعوديه لطفي. شفنا باللي مصممه سعوديه هي اللي دارت اللمسه تاعها ودارت اللمسه الجزائريه في اللباس تاعها. شوفوا باللي الكراكو يعني ظهر جميل ظهر عند مصممه سعوديه فاشن ويك في السعوديه لطفي. وصرحت انه جزائري قالت صرحت باللي انه جزائري وقالت باللي انه جزائري ميم كي دارت كي بارطاجات في لي ريزو سوسيو دارت هاشتاغ الجزائر يعني عرفت باللي كراكو جزائري. شيء جميل انه الكراكو تاع يلحق للعالميه لانه استوحى منه الكثير